الجيش الجزائري يقصف تل أبيب والمدن الإسرائيلية بالصواريخ، كما أن الدبابات العمانية تقتحم الحدود وتقصف إسرائيل من الجهة الشرقية، ومصر تفتح معبر رفح وتدخل جيوشها لنصرة أهالينا في غزة. العراق الآن يزحف بجيشه آتيا على الأخضر واليابس، والقوات السعودية تقوم بإنزال قواتها بغزة لمساندة الجيش المصري ضد إسرائيل. قد أسفرت الغارات حتى الآن لمقتل مئات الجنود الإسرائيليين وأسر عدد كبير منهم، ونزول اليهود للملاجئ، وهرب نتنياهو عبر طائرة خاصة لأمريكا. مجلس الأمن الدولي يجتمع في جلسة طارئة مطالبا من الدول العربية إيقاف هجومها على إسرائيل. أمريكا أرسلت حاملات طائرات لمساعدة إسرائيل، لكن البحرية المغربية اعترضتها وأغرقتها بالمحيط الأطلسي وأغلقت الممر البحري لمضيق جبل طارق. أعزائي المشاهدين، أستسمحكم عذرا، لقد سرحت بخيالي، وهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.